دار الطب حلمك هيبقى حقيقة. معدنا دلوقتي مع استاذ دكتور احمد عوض الله مدير مركز دار الطب. اهلا بك يا دكتور. اهلا. سؤالنا النهارده بيقول هل من الممكن عوده بطانه الرحم المهاجره بعد العلاج؟ طبعا طبعا. اوكي. ده البطانه المهاجره مرض مش يعني ما بيروحش، اللي شعره بيبيض بيصبغه بس بيرجع يبيض تاني. صحيح. اللي بيطول دقنه بيحلقها هترجع تاني. بس هترجع تاني. فده البطانة المهاجرة هي خلايا موجودة في جسم المرأة، هذه الخلايا نشطت في مكان مش مفروض تكون نشطة فيه، شلتها من هنا هتطلع مش نفس الخلية، أختها بس هتطلع على المبيض الشمال، هتطلع في أجزاء معينة من نسيج المبيض اليمين، هتستأصلها هتطلع في باقي الأنسجة بتاعت المبيض اليمين، هتطلع في أماكن متفرقة من الجسم أيا كان الأماكن دي. عشان كده داء البطانة المهاجرة كعلاج أنت لازم تبقى عارف الهدف من وراء علاج مثل هذه الخلايا. هل أنت بتعالج داء البطانة المهاجرة عشان الست ما بتحملش، ولا أنت بتعالج داء البطانة المهاجرة عشان السيدة عندها عدم انتظام في الدورة، أو عندها آلام شديدة بتصاحب الدورة، او عندها بعض المشاكل العضوية مثل اكياس، او عندها التصاقات شديدة عاملة لها انسداد في مثلا قناة فالوب فعاملة لها التهاب في الحوض والتهاب في قنوات فالوب، او عندها التصاقات شديدة عاملة لها امساك مزمن وعاملة لها مشاكل في الجماع مثلا بينها وبين زوجها. فعشان لازم تبقى عارف انت عايز تعالج ايه يخص داء البطانة المهاجرة. المفاجأة ان في بعض الستات عندهم داء البطانة المهاجرة وعندهم مشاكل كبيرة جدا في الجهاز التناسلي بتاعهم وبيحملوا لوحدهم، وفي سيدات عندهم داء البطانة المهاجرة من درجات بسيطة جدا ولا يحدث حمل عندهم. فاحنا تاني نحدد الهدف اللي احنا عشانه عايزين نعالج داء البطانة. انا راجل بتاع وسائل مساعدة للإنجاب، بتيجي السيدة لا يعنيني أو لا ما يهمنيش هي عندها داء بطانة مهاجرة ولا لا، لأنه 90% من الستات اللي عندهم داء بطانة المهاجرة إحنا بنعالجهم على إن هم تأخر حمل غير معلوم السبب، لأن إحنا ما بنشوفش داء بطانة المهاجرة. إحنا عشان نشخص داء بطانة المهاجرة عندنا كيس على المبيض، يا بنعمل يبان في السونار، يا بنعمل منظار بطن عشان نشوف لو في داء بطانة مهاجرة ولا لا. وبالتالي انه مع يعني مع تطور السبل العلاجية او الوسائل العلاجية ما بقيناش كتير بندخل نعمل منظار بطن، وبالتالي في ستات كتير جدا احنا ما بنشخصهمش اصلا هل هم عندهم داء بطانة مهاجرة ولا لا، فبنتعامل معاهم على ان هم اسمهم تأخر حمل غير مسبب. وتأخر الحمل غير مسبب اللي هو حته منه داء البطانه المهاجره ده، ان احنا في كثير من الاحيان بنعالجه على تاني انه حاجه في مشكله في الجهاز المناعي بتؤدي الى عدم التصاق الجنين على بطانه الرحم. يبقى تاني لو احنا بنعالج داء البطانه المهاجره احنا لازم نبقى عارفين هل احنا بنشيل كيس ولا بنفك التصاقات، ولا عندنا التهاب في قناة فالوب فاحنا محتاجين نربط قناة فالوب، ولا الست عندها ألم شديد بيصاحب الدورة، ولا الست عندها عدم انتظام في الدورة، ولا ولا ولا، عشان تعالج كل واحدة من دول لوحدها. إنما لو بتعالج السيدة دي يعني عشان هي عندها تأخر إنجاب، أنت تنظر إلى الإشعاع بالصبغة وتنظر إلى مدة تأخر الإنجاب والاتنين تربطهم ببعض يدوك سبل العلاج. نعم لازال هناك احتمال للاستفادة من منظار البطن، ولكن تقلصت الفوائد منه، وكثير من هؤلاء السيدات لما بيمر عليهم مدة زمنية ليست بقصيرة اللي هم عندهم داء البطانة المهاجرة بنعمل لهم الوسائل المساعدة للإنجاب، وتمزج الوسائل المساعدة للإنجاب ببعض الإجراءات اللي بتعلي من نسبة التصاق الأجنة على بطانة الرحم، لأنه مرض مناعي هذا داء البطانة المهاجرة. بشكرك يا دكتور، شرفتنا كالعادة. بشكر أستاذ دكتور أحمد عوض الله مدير مركز دار الطب على وجوده معنا النهاردة. خلونا نشوف فاصل ونرجع نكمل مع باقي سكان الشارع. خليكم معنا.